يا جميل كل رايح الشغل. صباح الصباح صباح الصباح يا جميل، صباح الصباح يا جميل كل رايح الشغل. صباح الصباح. الفلوس جوه في اوضه ابويا. في ايه يا زينب؟ زينب اهدى يا ساتر يا رب، مش تحدي يا بنتي. حرامي الحقوني يا خال، يا ليل وبكر الحقوني يا خال، يا ليل وبكر. ده صوت زينب بنت عم ابراهيم. عن اذنك يا عرعر خلي دي معاك، لو حد يكلمك اديله بالي. في ايه يا زينب؟ حرامي يابا، زينب يابا حرامي، حرامي حرامي. انت ومحروس في المجري طلع يجري وراه. طب هتبلغ البوليس يا عم؟ احنا مالنا مجنون بالمبلغ اللي نطعته في الاسم وسين وجيم. على رايك يوم ده بقى ايه ده بقى؟ احنا بنتكلم مع بعض قبل ما احنا نتكلم. ايه يا حرامي يا عبد الحميد؟ قول يا ابن الجبانه. خساره يا زينب، ما توسخيش الشبشب بتاعك الا لما دي يا جدع تقوم. حسون حرامي اهو يا حسون. يا بنت هجم عليا في الشقه دلوقتي وكان عايز يموتني. قول له وشك يالا اهو. هو انت لسه طالع من السجن امبارح وجاي تسرق النهارده؟ اه وكان معاه دول اهو. تعال معايا. يا مصيبتي السوخه، عورك الجبان ابن الجبانه. لا ينضرب في قلبه. لا بسيطه يا زينب، بس انت ما كانش هاجب تسيبي عم ابراهيم لوحده. مش لازم اطمن عليك برضك يا محروس. زينب يا زينب استرها يا رب استرها. اهي جت اهي يا عم ابراهيم. يا زينب. ايوه يابا. انت فين يا بنتي وقوشتيني عليكي؟ حصل خير يا عم ابراهيم. مين؟ محروس المجري؟ ايوه النبي يابا، ده طلع جدع، مسك الحرامي سكعه وعلقه كان هيموته. طلع لابوك الله يرحمه، كان راجل شهم واصيل. تعيش يا عم ابراهيم بالاذن. انا بقى عشان ما تيجي احط لك صبغتيود على ايدك. لا معلش، اصل ساب عرعر لوحده، لازم الحق انيمه يعني، مسكين شقيان طول النهار، طلع مطلع النهارده ما يطلعوش حمار. السلام عليكم. مع السلامة. عليكم السلام. فاكرني يا عم السيد. يلا يا بنتي. مساء الخير يا عم. خير؟ يا اخوي صباح الخير، ده الفجر قرب جدا. كنت فين يا اخويا؟ كنت في الشغل يا عم. لا مؤاخذة يا عم، طبق وفيه شوية مية وإزازة الميكروكروم. ايه يا ولد ده؟ انت اتعورت؟ لا لا ما تخافيش، ده جرح بسيط. واد حرامي نط في بيت عم ابراهيم ابو زينب. طب احمد ربنا اللي ما ضربك في مقتل. لا معلش حصل خير. هيجي منين الخير؟ ياما ده راجل ضرير والبنت عماله تولول. يبقى ده بقى اللي اخرك. لا ألم المرور. ليه؟ كنت بتحمل رخص ولا بتجر عربيات بدل الونش؟ اصل مؤاخذه عاملين كباري وشوارع ممنوع يمشي عليها البطيء الا بعد نص الليل. والبطيء ده ايه؟ حمير اللي زينا، حمير اللي عندنا يعني كرر. عشان كده بنقعد نلف وندور في الحته اللي مسموح فيها للحمير تمشي. لو فيها رزاله ياما ممكن تغسلي الاشارب ده من الدم اللي فيه. الصبح بقى ما ينفعش ياما، الصبح لازم اوديه لزينب. اسمع عم اقول لك، انا مش عايزه رجلك تاخد على ناحيه زينب. طب الاشارب هيروح لها ازاي؟ في البسطه؟ ثم مالها زينب يعني؟ انا يا ابني خايفه عليه، طليقها رزل ورد سجون، وانا ضنايا ما عنديش غيرك. ما تخافيش عليا يا عم، انا هخش اكوعلي ساعتين عشان عندي تقطيع بدري. سلامة يا ابني، فيك شر طريقك، يا رب جيب العواقب سليمة يا حبيبي يا رب. راحة يا زينب، اصبر الصبر حلو. حكاية الحوامي بتاع امبارح ده يا زينب. ما ترد عليا يا بنت. بس لما تباتك، ما تصطبح يا بيومه وتشوف لك صبح، روح شوف شغلانة يا جدع، عايز اشوف شغل اجري شوف حالك، يلا جاتك نصيبك. صباح الخير يا زينب. صباح الخير يا محروس، ازيك؟ الله يسلمك يا زينب، خد الاشارب اهو. ايه وتعب نفسك وجايبه لحد هنا؟ ايه ما انا معايا حمال الاذيه اهو. اعمل لك شويه شاي؟ ايه؟ اعمل لك شويه شاي. اعمل لك شويه شاي؟ ماشي يا زينب، بس في ال50 كده سكر بره. طيب. حلاوه. ايه العباره؟ وبعدين معاه هو راني جدت ولا ايه؟ انا مش بريتك بالحق والمستحق، ما تمشي بقى انا افرج عليك خلق الله. هتعلي صوتك عليا يا بنت ولا ايه؟ انت ما عندكيش فكره عن بيومي ولا ايه؟ ده انا اكسر رقبتك ورقبه اللي شددوني. معلش يا عرعر خليك انت الكبير. مش يا زينب، انا مش جاي اقعد على القهوه زي العبطليه. من عينيا يا سي محروس. كلميني انا لاحسن رقبتك على وشك. يا نهار اسود، ايه حصلت تاخدني على وشي يا ابن الدلالين؟ اوعى يا بنت ايدك يا بنت. اوعى يا بنت. رهيبة يا جدع، الله مش كده امال؟ ما يصحش تعمل كده. والله العظيم ما بقاش زينب من مساجاتك يا عواطف، ضيعتني كل حاجة يا راجل، عايز ايه تاني؟ خلاص يا زينب مش زعل الكلام ده، وانت شوف الشغل، وانت يا ابني يلا اجري شوف حالك اجري. ممكن انت تتلم بقى وتشوف حالك انت وتشوف نفسك؟ طب وليه بقى الغلط ده بقى؟ ما تخليك حلو. لا بقى انا مش حلو، انا مر وامر من الصبر يا اخويا. الله، ده انت ناوي تمشي في الغلط. اه ايه ده؟ انا هيفرجني نفسه. ايه ده؟ طيب البادي اظلم يا هوي. اقعد 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 يا يومي الطريق فينا. اقعد انا مش عايز اسيبك. ما عندكش فكرة عن بيومي ولا ايه؟ ولا اي وضع الحمد اضرب بالقلم. بس انا هتعبكوا برضه. امن اهو. معلش يا عرعر، انت اللي متعود تشيل الخنازير، وانت يا رجاله اللي عنده كلمه حق يجي معانا على الاسم. يلا عرعر انقل على الرابع. يا سعادة البيه، أنا بشتغل في القهوة بتاعت أبويا من بعد بعيد عنك يعني ما عجز نظري، وكنت متجوزة النطع ده وأنا بشتغل برضك. من يوم الصباحية يا سعادة البيه لقيته قاعد لي في البيت عواطلي لا شغلة ولا مشغلة. بصراحة ما عجبنيش الحال، الست بتتجوز الراجل عشان هو يصرف عليها ولا هي تصرف عليه، ولا أنا غلطانة يا بيه؟ إيه كملي. وبعدين يا سعادة البيت طلقت منه وبريته بالحق والمستحق ومالوش عندي حاجة. جاي النهاردة القهوة يترازل عليا، ما ردتش عليه، راح رافع إيده وساكعني بالقلم. وأنت دخلك إيه في الموضوع ده؟ هو ده ليه بقى؟ لا مؤاخذة بعدين متضاربة بيه، على مؤاخذة بيرسم عليها اللون. اسكت أنت خالص، كمل. لون إيه يا سعادة البيت؟ ده أنا جار زينب من سنين طويلة. عدم المؤاخذة يعني لو أنا عايز زينب كنت بعت أمي تخش من البيت من الباب ده بيه. أنت بتشتغل إيه؟ عدم المؤاخذة عرباجي، وعندي عربية أبو حمار بنقل البضايع من شركة سيرك، وهذه البطاقة إيه يا سعادة البيت. اتفضل يا فندم. ايه اللي حصل؟ انا رحت القهوه الصبح ساعات البيت اخد سندوتش فول لواحد شاي، لقيت الجدع ده بيشد مع زينب، وبعدين هي مش مدياله وش، راح جاي ضاربها بالقلم، ودي حرمه لا مؤاخذه يعني. رحت قايل وقلت له عيب كده، راح لافعني بنيه في صدري، خرم لي صرصور ودني، قلت ما بدهاش بقى سعاده البيت، رحت لافحه وشايله على العربيه وجيت على هنا المكان ده. يعني قلت حسن الامن والملايين والامان. ايه رايك في الكلام ده؟ ما حصلش يا بيه وشرفك. مالكش دعوه بشرفي، انت بتشتغل ايه؟ بتاع كاوتش يا بيه. فين؟ يعني عزوق كده على ناس الشارع. طب ده الامين. تمام يا فندم، اعمل محضر للجماعه دول وخد اقوالهم. حاضر يا فندم. انا تعبتك قوي النهارده. ايه انا ما تعبتش يا فندم، انا عملت الواجب. حلو يا اخويا، زي ما انت اتاخرت على الشغل. لا ده انا الراجل اللي انا بشتغل معاه بيحبني قوي قوي. لا هيحبب فيك كل خلقه. كلهم؟ رجاله وستات؟ لا رجاله بس. ايوه انت بتخافي رجاله بس. لو فيها رساله زينب تقولي لعم ابراهيم ابوك ان انا هقابله الليل. تشرف وتقابل. انا اوصلك انا بقى وبعدين ابقى ارجع المكتب. بعدين تتاخر. لا ده انا هتقدم. انقل على الثالث يا عرعر. أنا عمري ما استورد بضاعة من تايوان، وأنت عارف كده كويس. أنت عارف إن كل بضاعتي من اليابان أصلية، أمال؟ لا أنا الصفقة المرة دي فل أبيض. أما زيت الباكم فهيوصلك بعد يومين. بس عاوز أقول لك حاجة، اعمل حسابك إن الصفقة دي مهرها عالي أوي، هيرتفع. لا يا حبيبي، الدولار ارتفع يا مستر فرانك، ولا إيه يا أنطوان؟ مع السلامة، مع السلامة. إيه يا أسطى محروس؟ اتأخرت ليه؟ راحت عليك نومة؟ لا أبدا، أنا سعادة البيه، بس كنت أنا مزنوق في موضوع كده لا مؤاخذة. بقول إيه يا سعادة البيه؟ نحمل البضاعة بقى اللي على عبد الغفار. مش دلوقتي يا صادق. الله، ما أنت عارف عبد الغفار بيكون موجود بالليل، وتسليمنا دايما بالليل. يا غبي. لا مؤاخذة يا فندم، بعد إذن سيادتك الليلة هروح أطلب إيد بنت الجيران. لا لا لا، ما تستعجلش يا محروس على دخول القفص. يا فندم شر لا بد منه، وأنا تعبان، وبعدين موضوعي ده مش هاخد كتير، هيخلي الطريق بعد كده سالك يا فندم. وبعدين سيادتك عارف إن الحمير لها مواعيد وطرق معينة صغيرة كده بيمشوا فيها، كل ما نتأخر نكون أحسن. حمير إيه ومواعيد إيه؟ على كل حال أنا هكلم عبد الغفار يستناك الساعة 12 كده. تمام يا فندم، عن اذن سعادتك يا فندم. السلام عليكم. يلا محمود تعالى. ممكن اسال سؤال؟ ممكن تسال سؤال؟ انت عايش معايا عشان تسال. اسال يا سيدي. انت ليه بتمسك بمحروس؟ وليه ما نستبدلش عربيات الكارو دي بعربيات نص نقل ولا حاجه؟ يا بعد الدروس اللي عطاها لك دي كلها بتسالني سؤال زي ده؟ انا مش الشهر اللي فات قلت لك وبقات مقاس 48 وراكز على نفوخك مخليك متخلف طول عمرك. قصدك يعني انك انت بتوفر في البنزين والمصاريف والحاجات دي؟ اسكت خالص، محروس ده لا يسمع لا يرى لا يتكلم. في جماعه قاعدين يقابلوا حضرتك بره يا سعاده البيت. جماعه؟ جماعه مين؟ صادق انت هتقف كده ما تشوف عاوزين ايه؟ جماعه ايه دول؟ دول جمعيه الفضيله والنزاهه عايزين يقابلوك. الفضيله والنزاهه؟ الله، انت ناوي تنحرف؟ ايه اللي يجيب الفضيله والنزاهه هنا؟ انت عاوز تجيب دول في الشركه؟ الله، روح اطلع لهم وقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أكثر مما قلتم وأحسن. تفضل. زاد فضلك وعم خيرك يا إنسان. يا صادق، يا عبد الصادق. أيوة كلم عبد الظاهر خليه يجيب حاجة للأفاضل. سقاك الله من ماء زمزم يا رب. هل يسمح لي يا السيد عبد العال في مجرد سؤال؟ تفضل. من الملاحظات الجميلة التي لفتت نظري أن كل من يعمل عندك هنا يبدأ اسمه بعبد، أي عبد الصادق، عبد الظاهر، وهكذا وهكذا، فهل هي صدفة؟ لا أنا متعمد يا أخي، كلنا عبيد للخالق، وأحب الأسماء إلى قلبي هي تلك الأسماء التي تنتمي إلى من له الأسماء الحسنى جل جلاله. ونعم بالله. شرفت. شرفك الله بنعمة الصحة والعافية واجعلك دائما عونا للمحتاجين ونبراسا للأخلاق الحميدة وحامي حمى الأخلاق الحميدة. يا رب لقد أتينا إليك هنا اليوم من أجل أمر هام قررته إدارة الجمعية بالإجماع. أنا عايز أفهم حاجة، هما كل ما يكلمهم يقفوا وينزلوا تاني ليه؟ رمز للتبجيل والاحترام. ندخل في الموضوع. لقد عرفنا عنك حبك لمد يد العون لكل محتاج فقير، وأنك تحمل فضيلة وتحارب الرذيلة. الله 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 الله، ومين اللي عرفك السر ده؟ هذا ما عرفناه من الصديق الصدوق عبد الصادق، ونعم ما اخترت من الرجال. الله، هو اللي قالك كده؟ أي نعم. في الواقع هذا مبدئي يا سيد. أنا عندي الإنسان ما هو إلا كلمتين، ما هو؟ فضيلة ورذيلة. استنى يا أخي، فضيلة ونزاهة. عظيم. إيه المطلوب؟ إن الجمعية تقوم بجمع التبرعات من ذوي القلوب الرحيمة لمساعدة كل محتاج فقير. بمعنى امرأة مات زوجها وتركها بلا عائل، نقدم لها يد العون لتعيش بشرفها. والأهم من ذلك، إذا دب خلاف بين زوجة وزوجها وقبل أن يصل الأمر إلى الطلاق وبهدلة المحاكم والأقسام، تتدخل الجمعية لمحاولة الصلح بينهما، وهذا الأمر يختص به رئيس الجمعية. بس أنا دلوقتي عرفت عبد الصادق جابكوا هنا ليه. ده الشيء ده تخصصي أنا شخصيا. أكتر شيء يحز في قلبي ويقطع في أمعائي إن ألاقي واحدة ست يجرفها الطيار وتنحرف. جزاك الله على أعمالك. ومن هذا المنطلق ومن أجل هذا ولهذا، فلقد وقع الاختيار عليك لتكون رئيسا للجمعية خلفا لرئيسها السابق الأستاذ عبد المتجلي عبد الصبور، الذي رحل عن دنيانا عليه رحمة الله. الفاتحة. مبروك يا محروس يا ابني. الله يبارك فيك يا عم إبراهيم. وإن شاء الله بقى ناويين تقعدوا عندي ولا عند ست الوالدة؟ والله اللي يريح زينب يريحني. وأنا يا أخويا برضك اللي يريحك يريحني. خلاص إحنا نسيبها لظروفها. إن شاء الله يا محروس. اتفضل العناب. من يد من يعدمها. العناب يابا. أشرب شربات عوضكم إن شاء الله. بإذن أنا بقى. بالسلامة يا ابني. بقى خلي بالك من روحك. إيه؟ مامتي روحي. انت في عينيا من جوه. شربات. خلاص انت بقى شرطك من دماغك. نسيت امك اللي ربيتك وكبرتك وسهرت عليك الليالي. نسيت يا محروس. انساك ازاي يا ست الحبايب؟ ده انت مش امي وبس، ده انت ابويا كمان. بس الكلام اخد وعطا. بعد ايه يا اسطى؟ بعد ما اتفقت وقريت فتحت بسلامتها. ياما احنا ما حددناش يوم كتب الكتاب، احنا اتفقنا. اتفقتم؟ يعني انا بقيت طيشه وقبلت ان امك تبقى طيشه؟ طيشه؟ واني لا مؤاخذه ارضى على امي انها تبقى طيشه؟ ده انت في عينيا من جوه. ما قبلتها يا اسطى، لكن انا ما قبلهاش على نفسي ابدا. ايه؟ ياما قريت الفاتحه يعني ردت كلامه بقى؟ اكد ايه؟ شوف بقى اما اقول لك، زي ما قبلت من الاول إن أمك تبقى طيشة، بعد ما هتتجوزها هتبقى أنت كمان طيشة. استغفر الله العظيم يا رب. ياما أنا بحبها وزينب ما فيهاش حاجة تتعين. إزاي تتجوز واحدة كانت متجوزة راجل قبل منك؟ من قلتهم يعني؟ ليه يا ضنايا ما تتجوزش واحدة تكون أنت أول بختها يا عينيا؟ القلب وما يعشق ياما، ما أنت ست اللي عارفين، مش كده ولا إيه؟ بكرة نقعد جنب الحيطة ونسمع الزيطة. نقف جنب الحيطه ونسمع الزيطه؟ احنا هنجيب كراسي يا عم. اتفضل يا باشا. بصحتك. بصحتك. منور. ده النور على هدوم الوردين. سهام. تعالى يا باشا. اتفضلي. سهام. عصمت بيه، صاحبي صديقي، اخويا، توأم روحي. سلام يا عصمت بيه. اهلا وسهلا. دي فرصه من امتع واسعد فرص حياتي. كاس خد يا سهام. بقول لك اخويا خدي. اصلا مؤاخذه ما بتحبش تشرب قدام حد. لكن اللي بعزهم تشرب قدامهم للصبح. اشربي مش بقول لك اخويا. على ذوقك. البيت بيتك يا عصمت بيه. بيتك. اهلا يا سوسو هاني. اهلا بيك. الحقيقه انا عمري ما قبلت عزومه في بيت حد. انا احب دايما ان العزومه تكون عندي في الفيلا بتاعتي. لكن كلام عبده عنك شوقني قوي اني اجي واشوفك. بس بصراحه هو ما عندوش حق. في ايه يا ترى؟ اللي قالوا لي عنك اقل كتير قوي من اللي انا شايفه. دي مبالغه ولا مجامله؟ لا دي حقيقه 1000000%. انا لفيت كتير وشفت كتير. شفت هنا وفي اوروبا. لكن زيك انا ما شفتش. مش للدرجه دي يا عصمت بيه. لا اكتر من الدرجه دي 100000 مره كمان. طب صحتك بقى يا عصمت بيه. اهلا اهلا اهلا. لا مؤاخذه يا باشا. اسمح لي اقول لك يا عبده انت معاك ست عظيمه. ست تتاكل بالذهب. دي الثروه اللي طلعت بيها من الدنيا. طول عمرك محظوظ يا عبده. عن اذنكم بقى رايح فين؟ ايه اوام زهقت مننا ولا ايه؟ لا ابدا قلت اسيبكم تتكلموا في الشغل شويه. ما انت يا حبيبتي اساس الشغل. اتفضلي. مش كده ولا ايه يا عبده؟ امال طبعا يا باشا. ده حتى العمليه الجايه باسمك يا سهام. سهامكو للامن الغذائي. احنا عايزين نشبع المحرومين يا عبده. والمحرومين كتير يا باشا. قولي نشبعهم. اول مره. شرفوني بكره على الغداء علشان نتكلم في العمليه. انا من ناحيتي موافق وجاهز. ايوه يا باشا بس بصراحه انا عندي بكره ميعاد مهم قوي. ايه رايك نخليها بعد بكره؟ انا بصراحه مسافر اوروبا بعد بكره. جالي التلكس لازم اسافر فورا. خلاص يا باشا نخليها بكره. وسهام تنوب عني. ايه رايك يا سهام؟ من غيرك يا عبده. ايه اللي من غيري؟ بقول لك عصمت بيه اخويا. اخويا فعلا. احنا اخوات فعلا. اهلا يا باشا. طيب عموما انا منتظرك بكره على الغداء. تصبح على خير. وانت من اهلي يا عصمت بيه. باي باي يا سوسو. انت شرفتني قوي يا باشا. الله يشرفك. شرفتني قوي فعلا. ما تتاخريش. اتفضل يا باشا اتفضل. ها ها يا بتاع الكلب. ها اما ربيتك يا عرعر. مغلبني. ما تاكلي يا اما. ما بتاكليش ليه؟ الترمس بينسف الريق وبينفخ البطن. ينفخ البطن؟ حقق زينب. بقول لك ايه؟ تعالى اقعد مطرحي لحسن حقق. يقع وانا اقعد مطرحي. عدوي اللي يقع يا ست الحبايب. ايه؟ تعالى يا اما. ايه؟ لا لا ما تجلى يا واد. انت يا حمار. عجبتك اوضه النوم يا اما مش كده؟ انت مالك مش طبيعيه ليه كده يا اما النهارده؟ ليه يا اخويا؟ شايفني مجنونه ولا بشد في شعري؟ ما انت خلاص خرجت عن طوعي وبقيت مع ست الحسن. احنا هنرجع يا اما للموال ده تاني. بلاش اتكلم معاكي. طبعا ما انت خلاص ما بقتش تتكلم معايا. لا حول الله يا رب. انا عايز اكل دلوقتي يا اما. الاكل في المطبخ عندك خدش كل. ايه ليه؟ طيب محروس فين يا نانش؟ يا اسم الله كلم يا اسطى. ها خير يا زينب؟ هي امك مالها؟ ده عامله لي كده. انت زعلتها في حاجه؟ لا ما هي اللي شكلها كده ما انت عارفاه. انت كنت عايزاني في حاجه؟ ابويا بيقول لك بلاش عوالم وفرقه وحاجات عشان نوفر في المصاريف. ازاي بقى يا زينب؟ ده انا لازم اعمل لك فرح ما اتعملش قبل كده، دي ليله العمر يا زينب. ما تحرمش منك يا محروس. تهبري انت دايما على طول. مالكم اتكتمتوا ليه؟ شكلي وقف الكلام في زوركم. لا ابدا يا نينا، انا بس كنت جايه اقول له. سمعت يا اختي اللي انت قلتيه واللي هو قاله، ولما انت يا اختي قلبك عليه كده وعلى فلوسه كان لازمتها ايه اوضه النوم دي بقى؟ انا اعرف الست المطلقه يبقى عندها عفش. ما انا طليقي خد مني كل حاجه، وانا كمان ما احبش انام على سرير نام عليه واحد تاني. افرض السرير ده فيه حاجه مستنياني، ولا انا غلطان يا اما؟ يا اخويا ما تتحملش قوي كده. انا على راي المثل لا تقول امي ولا عمتي، المهم اللي هتنام في فرشتي. المهم اللي هتنام على فرشتي بتقول عليكي. بقول لك ايه، انا هروح الشركه وبعدين الف كام لفه كده اعزم الحبايب وبعدين ابقى اعدي عليكي. ها؟ طب ما تاخدني معاك. انت يا بنت كل شويه تضبشي. طيب اوعي تزعلي من امي. ها؟ دمي قلبها ابيض وزي الفل، بعدين هي اللي شكلها كده. اوكي، مع السلامه. مبروك يا محروس، ولو ان كان لسه بدري عليك. الله يبارك فيك يا فندم، ده شيء لابد منه. هموت نفسي، مؤاخذه يا فندم، يا ريت تشرفنا يعني ولو ان المكان مش قد كده. عيب يا محروس، ما تقولش كده، انت ما تعرفش انت غالي عندي قد ايه. صادق اصرف لمحروس 200 جنيه هديه جوازه. حاضر يا فندم. متشكرين يا سعاده البيه. اتكلم يا استاذ محروس. طيب جاي. لا مؤاخذه سعاده البيه، اصل العروسه رابطها بره، قصدي سايبها بره يعني. الله الله الله، عروستك معاك بره؟ عيب يا راجل عيب، ودي تيجي جيبها يا صادق تاخد برد، جيبها. حاضر يا فندم. تعالى يا زينب، تعالى خش تعالى. بالمدير اللي خيره عليا عايز اسلم عليك. اهلا 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 بعروستنا. يا سلام، اسمعي خدي بالك من محروس، انا بحبه قوي ولا ونقيت يا محروس. صادق ايوه، اصرف العروسه 300 جنيه هديه الجواز. حاضر. ربنا يخليك يا سعاده البيه، ده عرعر بيموت فيك، كان عايز يخش لك هنا بس انا منعته. ها؟ عرعر بيحبك قوي يا فندم. مين عرعر؟ الحمار بتاعي. اجري يا صادق، اصرف لها 300 جنيه. حاضر يا فندم. روح معاه. حاضر يا فندم. وبالمره عرعر اصرف له حزمه برسيم، بس اوعى تاكلها انت. حاضر. ربنا يخليك يا سعاده. اهلا، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. زيد فضلك يا زيد. لا مش هنا اتفضلي. اسم الاموره ايه؟ زينب. جميل، حلو، طعم. مالكيش اخوات بنات يا اموره؟ لا يا بيه. يا خساره. ليه؟ لان لو كان ليك اخوات بنات كانوا هيبقوا شكلك 100% حلوين طعمين، وساعتها 100% هفكر في الجواز. الحلوين كتار يا بيه. ايه ده؟ لا ضريبه. بالاذن بقى يا سعاده البيه. ايوه يا محروس، اتفضل انت. بس على فكره انا لازم اكون شاهد على عقد جواز. يا ريت يا فندم، ده شرف عظيم لينا. يلا بينا يا زينب. على اذنك يا بيه. مع السلامه. الحوارم دريه. اي خدمه سعاده البيه. شفت يا صادق العروسه بتاعت الواد محروس؟ ما هي دي جارته في الحاره. جارته؟ معقول المنجايه دي القشطايه دي تتجوز محروس؟ محروس عرباج الكرو. يا سلام، امال احنا حظنا مهبب ليه؟ دايما نقع في الغلط. ما هي جميله صحيح يا بيه، بس يعني ايه؟ يعني ايه؟ ده انت مش فاهم حاجه. دي تشوفها بعد ما تتصنفر وتتنجر تهبل تجنن. عارف يعني ايه تجنن؟ ايوه طبعا عارف. انت لا عارف ولا حاجه، اللي زي دي لسه خام عجينه، عايزه واحد زيي يشكلها على مزاجه. ما هي سهام برضه لسه. بلا سهام بلا قرف. سهام حبيبتي يا روح قلبي، اهلا. خد الباب امشي بره. اتفضلي يا حياتي. ايه يا روح قلبي يا طعمه يا جميله انت. ايه البت اللي كانت عندك دي؟ انت ناوي تشغلها ولا ايه؟ معقول اشغل الاشكال دي عندي؟ يعني قلت جايز ناوي تفتح فرع لمحدودي الدخل. يا طعم انت يا ظريف. دي عروسة الواد محروس العربجي صديق عرعر الحمار. كده اشربها انا بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد مقابلة الأستاذ عبد العال في أمر هام. الأستاذ عبد العال عنده اجتماع مهم جدا. وكم يستغرق هذا الاجتماع؟ علمك. اتفضل اقعد. شكرا. شكرا. تشرب قهوة؟ إنني لا أشرب القهوة، أشرب قزوزة أنا. بقول لك ايه، شوفني التليفون بيضرب. التليفون احسن مني. معقول يا راجل؟ قوم بقى عشان تقولني كده. ترني على شيخي يا قمر. تعالى. لا وقع علينا. قول بقى يلا. بص عليك يا شيخ. الو. ايوه يا عصمت باشا. لا انا اسف ابدا، اصلا انا عندي دلوقتي اجتماع مع مجلس الاداره، اجتماع مهم قوي. معقول يا راجل؟ معقول انسى؟ حد ينسى حاجه زي كده؟ ده شغل يا حبوب، شغل يا بيه. ان شاء الله مع السلامه. في ايه؟ الراجل قلقان قوي. طب انا امشي بقى احسن. تمشي بالسلامه يا حاجي. تمشي في الخير. باي باي. ألف سلامة يا هاني. هذا هو الاجتماع الهام. ربما تكون عندها مشكلة. سوف أعرف. اتفضل حضرتك. فضلك الله وعلاك ورقاك. يا سهل. سلام على الرجل التمام. اهلا 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 يا استاذ خليل. اتقصد عبد الجليل؟ طبعا عبد الجليل، تفضل. ايه يا راجل خير؟ في واحده ضربت جوزها في الجمعيه ولا ايه؟ لا لا، لقد اتيت اليك لامر هام. امر هام؟ انت من بدري هنا ولا ايه؟ منذ بدايه اجتماعك الهام. اجتماع الهام؟ ارايت السيده التي خرجت من عندي الآن؟ أي نعم أي نعم، تبدو مسكينة مضطربة. الدنيا مليانة بلاوي يا سي خليل. أتقصد عبد الجليل؟ نعم عبد الجليل. فعلا بلاوي. وما هي قصتها؟ والله قصتها تقطع قلبك. والله اللي قدرت عليه أنا عملته. لك أن تعرض أمرها على لجنة تقصي الحقائق بالجمعية، ثم علي أنا أن أدرس حالتها بنفسي، ثم أعرض عليك أمرها. ده أمرها صعب قوي، ما تعرضوش على أي حد. كل واحد حر في أمره. لقد أتيت لكي أدعوك لتشريفنا في ذكرى السنوية لرئيس الجمعية الأسبق. أيوة صادق. أيوة صادق. في أصل ال يا أخي أنت مش حكاية الوزير والمقابلة معاه؟ أيوة بس كنت عايز أقول لسيادتك. بعدين. يبدو أنك مشغول. أستأذن. يا ريت. ألقي التحية. قبلتها منك. ايه ده؟ انا ايه حكايه الوزير ده؟ ولا حاجه، مفيش حكايه وزير ولا حاجه، المهم ان انا كنت عاوز ازحلقه، انه رجل لزج. انت بتجيب لي بلاوي. جبت المسائل؟ تمام. حلاوه حلوه بس يعني ما تبسبس يا صادق. 100 مره قلت لك انا فاهم انا بعمل ايه. انا سياستي زي سياسه الاستعمار، النفس الطويل. عرفت؟ عرفت. ما عرفتش. خليكي معانا شويه يا سوسو، ولا عامله حساب لعبده؟ لا ابدا، عبده حسابه معروف. يا بيومي، فوت الليله دي، ما تخليش حد يغلطك. ايه 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 اتكربست في دماغي بقى الليله دي. السلام عليكم. انا مش عارف البيت، انا زهرات هم للبيت مديري اللي شرفنا. مبروك يا محروس. الله يبارك فيك. مبروك يا محروس. الله يبارك فيك يا عم صادق، ازيك؟ عقبالك. الله يكرمك. انا قلنا لك انت تعبت مش هتقدر تكمل. انا اتجوزت كتير يا محروس. اتفضل يا سعد. يا اخي عبد العال بيه صاحب اكبر مشروعات تجاريه في البلد اللي شرفنا ورفع راسنا. اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل. اتفضل. رايح فين؟ اتفضل يا بيه. اهلا وسهلا برجل الفضيله والنزاهه. ماذا فعلت في لقاء الوزير؟ ها؟ هو انت؟ انني اعمل مأذونا متطوعا هوايه افضل من التسكع على القهاوي. حق 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 حق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا تنسى ميعادنا ذكرى زميلنا الراحل. لا 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 طبعا مش ممكن انسى حاجه زي كده. ايه؟ انت الراجل ده عرفته منين؟ هو هيكون من حبايبنا اياه؟ لا اطمن، ده ملوش في حاجه ابدا. عروسة زينب. اهلا اهلا، تبارك الله فيما خلق. اتفضل يا عم ابراهيم. عم ابراهيم حمايه. تبارك الله فيما خلق ايضا. عقبال عندكم جميعا. ايوه ايوه، يلا ابتدي بقى يا استاذنا. من زغراتي بعد شويه بقى هتخليهم يصوتوا. الف مبروك يا عروسه، الف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا استاذنا. شربات يا امه. لا لا استاذن وانا، لان عندي ست افراح. ربنا يبارك لك. الله يخليك. السلام عليكم. تسمح لي يا استاذ حسون اقدم هديه بمناسبه الفرح للعروسه. ده هيحصل لنا عظيم الشرف. الله يخليك. اتفضل يا عروسه، حاجات بسيطه كده البسها لك. لا انا هلبسها. هات العلبة. واعي يا زينب. مش هطلع لما اشوف النطع ده. عايز ايه؟ انا عايزك انت بقى، واذا كان في راجل يوريني نفسه. انا هوريلك. انا ارجل منك ومن 100 زيك يا قوي. اسمعيني يا زينب، خد ابوكي بدل البهدله واطلعي انت اوامك. طب بينضرب ده حبيبي. الروح بالروح، اقف جنبه والنبي، امان عليك ده اخويا توأمك. طب يا حسن عرعر ما يتضرب ولا يتنيل. انا اروح شقه المنيل. حكمت المحكمة على محروس عبد الباسط بالسجن 3 سنوات. تعالى يا محروس، عايزينك في المكتب. ها؟ عايزينك في المكتب. ها؟ زي رخصة يا سيدي. تمام يا فندم. شيك يا جانا، عاملة ايه؟ أنا كويسه يا محروس؟ اطمن. اطمن يا محروس. ازاي الصحه؟ مراتك زي اختي تمام. ايوه. امي ما جاتش معاك ليه؟ امك مبهدلاني في الروحه والجايه. وبعدين معاك يا زينب، ما تقوليش الكلام ده، الراجل ده منفور. هو حصل ايه؟ كل ما تشوف خلقته تقول لي كان يوم نحس يوم ما شفنا وشك، ودايره في الحاره كلها على البيوت كلها تقول لهم وشها كان نحس على ابني وكعبها حامي. انا كعبي حامي؟ انت كعبك حلو ونضيف. ايه اللي حصل؟ لا حقك عليا، ما تزعليش، استحمليها عشان خاطري. مفيش حاجه يا محروس، على كل حال اطمن، احنا اخوات ومراتك زي اختي تمام، احطها في عينيا. ربنا يخليك يا سعاده البيت. انا بقول ايه، اخد مراتك واخد ابوها واحطها في شقه من شققي احسن، عشان يبقى مفيش نار. وغلاوتك يا محروس ما برفع عيني فيها. يا ستي يمكن زعلانه شويه، واما تبعدي النفوس هتهدى. على فكره يا محروس، انا صايف في كانتين فلوس باسمك، اصرف زي ما انت عايز، واي حاجه عايزها اطلبني، انا تحت امرك. هي ما تحرمش منك يا سعاده البيت، كل اللي يهمنا انك تحافظ على زينب وتخلي بالك منها. اخص عليك، دي كلمه تقولها برضو، زينب في عينيا، دي اختي. ما تبقاش قد اذحك يا محروس. ما تبقيش تغيبي كده عني يا زينب. ما انا الود ودي ما سيبكش. ما هم لو كانوا بيحبسوا الستات مع الرجاله كنت سبتك هنا ومين هتفكر، على الاقل تقعدي تضبشي في وشي. لا خلاص 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 يا محروس، اسيبك بخير. يلا يا زينب، يلا يا زينب. بعد ما نوصل الوالد ان شاء الله للشقه الجديده هاخدك اجيب لك شويه هدوم حلوين. انا عندي يا بيه ولسه بشوكهم. بشوكهم دول خليهم لمحروس، وبالليل ان شاء الله هاخدك افسحك عشان تروقي. ملهاش لازمه المصاريف يا بيه. عيب، ده محروس اخويا، الروح بالروح، توأمي. بقول لك ايه يا زينب، تحب اعلمك السواقه؟ ليه هشتغل على تاكسي؟ اسكتي، ايه الزعيق ده؟ تاكسي ايه؟ مش يمكن تشتري عربيه؟ منين يا حسره، ده المصاريف من الايد للحنك عدل. انت تعرف عبده بيه ده ايه؟ ايه؟ ده صياد. صياد يعني ايه؟ اصل انا كنت بشتغل عنده وغسل مخ مراتي. وهي ما بتعرفش تغسل؟ يا جدع يا جدع، غسل يعني لف مخها وخلاها طلعت مني. ايوه لف مخها بالكلام. لا مؤاخذه يعني، مراتك دي عايزه ضرب البلغه واتجوزها؟ بقول لك ده صياد، والصياد ما بيتجوزش. ايوه عندك حق، الصياد ما بيتجوزش، الصياد بيصطاد وياكل على طول. وعملت ايه بعدها بقى؟ عملت ايه؟ ده بعتها. وادي النتيجه، تأبيده. طب حلو، تأبيده كويس. عايز ايه بقى؟ احمد ربنا ان ما خدتش 25 سنه. قال لك لف مخها بالكلام. يا حياتي، القمر لسه سهران؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ ابدا، عمليه بخلص عليها. ايه عملت ايه مع اسود؟ هو ده اللي يهمك؟ اطمن. انا مطمن يا حياتي، طول ما انت معايا ورايا انا مطمن. على فكره بكره الصبح عندنا عمليه هنكسب فيها ربع مليون جنيه. عبده هقول لك ايه، لازم نهدي اللعب شويه. ايه يا حياتي، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ده عمليه بسيطه خالص، هناخد زبون هنفرجه على عماره هنبيعها. ايوه، هناخد فيها نص مليون جنيه، هيدفع الاول ربع مليون وفي الاخر ربع مليون. هو احنا عندنا عمارات للبيع؟ هو لازم يكون عندنا عمارات للبيع عشان نبيعها، ما البلد مليانه عمارات. انت عايزني نبيع له حاجه مش بتاعتنا؟ ايه انت عايز تدخلني السجن ولا ايه؟ ما تجيبيش السيرة اللي ما يتسماش ده عمليه بسيطه حياتي، وانت عارفاني طول عمري ماشي صح في السليم، انا راجل على الزيرو. هناخد الراجل نفرجه على العماره اللي هناخد فيها شقه تمليك، ولا من شاف ولا من دري، ومحدش هيفهم حاجه. بلاش تبحلقيلي كده، بتشائم. بستعجب له، انت ازاي بتقع على الاشكال دي؟ تدخل خالص. البلد مليانه دولات يا سام، ومعاهم فلوس بالهبل. الشاطر بقى اللي يلقطهم، امال اللي زي ده عاش طول عمره في بلاد الغربه حابس على نفسه يحوش ويكنز. وانا عز الصمت داوي. ايوه بس اللي زي ده لو ضاعت فلوسه هيعمل بلاوي، الخوف كله من الصنف ده. اديني المسائل. بس ما تخافيش يا سهام، القانون لا يحمي المغفلين. بقول لك ايه، اما تروحي معاه البنك بكره، هو هتدخلي معاه البنك، استني في العربيه، واول ما يديلك الشنطه فيها الفلوس على المكتب تجيلي على طول، وساعتها هقول لك الخطوه الثانيه ايه. ماشي يا عبد. اتفضلي. ميرسي. واتمنى تقبلي عزومتي النهارده بقى على الغدا. من عينيا. ايوه يا زينب، هبعت لك المرسيدس مع السواق. اتفضلي مع السلامه. صادق تبعت لها فئت. تحب اروح معاك؟ او امري بس اللي تتنفس. اتفضل مع السلامه. ماشي. اهلا وسهلا. حالا هجيب لك الاهل. ما تجيبش قهوه، تنيل على مكتبك. بقول لك ايه، الراجل عازمنا على الغدا. وماله حبيبتي، اللعبه حلوت والنهايه قربت. اسمعي، افتحي لي بقى شرعه نافوخك واسمعي اللي هقوله لك. قولي. اشرب يا حبوب. ياه انا شربت كتير خالص واتبهولت كمان. انت خايف تسكر ولا ايه؟ انا يا حبيبتي سكرت من نهار ما شفتك. بس قهوه. هانم عايزه حد. ايه ده، انت مش عارفني ولا ايه يا معلم حامد؟ مين؟ زينب؟ هو العربيه دي بتاعتك؟ بتاعتي ايه؟ ده بتاعت البيل اللي كان محروس شغال عنده. وانت بقى لا مؤاخذه بتشتغل ايه عنده؟ على الكرو برضه؟ كرو ايه يا راجل؟ انا بشتغل زي ما تقول لي، يعني مسكله كده شؤون البيت. بقول لك ايه، النبي على قلبك تشوف لي عم جابر اكملنا، عايزه ادفع له يعني ايجار القهوه والشقه. ماشي. عيني يا عيني، ما احنا خلاص على بقى مر الحياه. رميتيك في السجن وبقيتي ماشيه على حنطاري. ايه ده، عيب يا طنطا. طنطا في عينك. بقول لك ايه، اتفرجوا يعني الحته، اتفرجوا على زينب القهوجيه بقت افرنجيه. لا ده عمال تضحك يا طنطا. طنطا في عينك يا حاجه. ايه ده؟ خدي بالك يا حاجه. خدي بالك يا حاجه. حاجه ابني يا بنت الكلب. انا مش هجيب حاجه ابني. والله العظيم. يا حاجه خدي بالك. انت جوزي يا اختي وحاجته هي حاجتي. مش كده امال؟ نعمل اديك اطلع اول حديك يا حاجه. يا حاجه مش كده امال؟ مش معقول كده. الله الله، وانا جنبي ايه يا حاجه؟ الله الله، وانا منها لله. ام محروس تعمل فيا انا كده؟ معلش يا بنت ما تزعليش، اصبري لحد جوزك ما يخرج بالسلامه ويبقى لنا كلام وياه. انت اللي غلطان يا زينب، قلت لك ما تروحيش لوحدك، واحد من الموظفين بتوعي يروح يودي الاجره وخلاص، انت اللي صممتي. وانا تعرفني بس ان كل ده كان هيحصل. معلش لولا الواد محروس ده انا عامل خاطره انا كنت خدت تصرف كبير قوي مع حماتك. منها لله منها لله. معلش بكره هيعرفوا قيمتك. ما نتحرمش منك يا سعاده البيت. المي سعادتك دي الله، بكره هيكون في نظام تاني. بقول لك ايه يا زينب، انا بقول يعني تقوم تغسلي وشك وتروقي كده، انا جايب اكل هنا نقدر ناكل مع بعض. احنا يزيدنا شرف بوجودك يا سعاده البيت. ربنا يزيدك من نعيمه يا سعاده البيت يا كريم. على فكره يا عم ابراهيم انا هبعتك سحل العاج عشان تعمل عمليه في عينيك، بس انت ادعي لي ربنا ينون اللي ببالي. ربنا ينولك اللي ببالك يا رب. فين ساحه العجه دي يا بيه؟ ايه عليكي وعلى ايامك. سحل العاج اسمه سحل العاج في سويسرا معروف. تعالى يا محروس عايزينك في المكتب. لا ماليش نفس. ده زياره. زياره ده تكون امي. ازيك يا محروس؟ انت ايه اللي جالك؟ بص عليك، لا تقول الكلام ده، ده انا مراتك حبيبتك. الكلام ده ما بقاش يخش عليا خلاص بعد ما اتغيرت واتلونت. انا اتغيرت واتلونت؟ اذا كانت الهدوم اتغيرت فاللي في القلب في القلب ما اتغيرش من ناحيتك يا محروس. قلبك للي بيدفع اكتر. انت مين قالك تروح الحاره بعربيه البيت؟ ها؟ عشان تتمنظري قدام امي وتبهدليها؟ ام الراجل اللي ضحى بحياته علشانك؟ ما حصلش، وان كنت بكذب قبل ربنا يخرسني، ده انا اللي اتبهدلت واتهنت ومستعده اجيب لك اهل الحاره كلهم يشهدوا. واتبهدلت يا شيخ عشان خاطرك. الزياره انتهت. لا 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 مش ممكن يا زينب ابدا، الموضوع ده لازم يتغير وكل حاجه لازم تتغير في حياتك من النهارده. طب بس يعني هعمل ايه؟ تحط النقط على الحروف يا زينب. الحياه فرص والجدع اللي ينتهزها، ولعلمك الفرصه بتيجي للانسان مره واحده بس العقل هو اللي بيقفش فيها بايديه واسنانه. انا بس لو اعرف ايه اللي ضايقه، يعني كمني لابسه كويس يعني هي دي حاجه تزعله؟ زينب لانه اناني، واسمحي لي اقول لك لانه واطي، والواطي عاوز الناس كلها تبقى زيه. حقد بقى. ما كنتش اتصور ابدا ان القلب اللي ممكن يحب ممكن يحقد. زينب يا حبيبتي. اسف اسف، لساني زلف بكلمه حبيبتي غصب عني. عايز اقول لك ان الدنيا دلوقتي دنيا مصالح. كلمه الحب دي بقت وسيله لاي انسان يوصل بيها لاغراضه، وخصوصا اذا كان. تسمحي لي تليفون. الو. ايه ده يا عبده؟ انا بقالي ساعه لابسه ومستنياك وحضرتك قاعد لي في المكتب. مصلحه، انا عندي مصالح كتير قوي نأجلها الوقت تاني. مش مهم الفلوس، مش هقدر، في داهية المليون جنيه. انا قدامي دلوقتي مصلحة اهم من الفلوس. يا سلام، من امتى يا عبده بيه الكلام ده؟ ما يتقاليش. انا اسمع، انا جايالك وانا نازل حالا. يلا سيبك يا حبيبتي. لا يا اخويا خليك انت لشغلك ومصالحك، انا هروح. مصالحي ايه؟ انت عندي اهم من اي شيء. تعالي. لا ده بس ميه ميه ايه ما تشربش عليها. لا ما تنشربش دي. لا عاوزي بس ما تنشربش. عاوز يا زينب، على فكره يا زينب انا عاوزك تسمعيني كويس وتفهمي اللي هقوله لك. خير يا سعاده البيه؟ بلاش سعاده البيه دي، ارمي سعاده البيه. انا مش عاوز يكون بيني وبينك حواجز. لا مش اصول يا بيه. امال يعني هندهلك بايه؟ عبده حاف كده. مين حاف ده؟ لا عبده حاف. مين والدك؟ لا يا زينب عبده حاف يعني لا تقولي بيه ولا تقولي باشا. ارديحي يعني. ايوه. شوف يا زينب انا لفيت العالم وشفت كتير وقابلت كتير، لكن لاول مره في حياتي ارتاح لانسانه. هتساليني وتقولي لي ايه السبب؟ هقول لك معرفش، لان ده احساس جوايا. ده شيء يسعدني، يا ريت اقدر اعمل حاجه تسعد حضرتك. ولا بلاش حضرتك لحسن انت بتزعل قوي. حضرتك وسعادتك دي الفاظ الناس بتقولها مجامله لبعض، لكن انت انسانه عظيمه لازم تكوني فوق، وانا هخليكي فوق فوق، هخليكي تنشالي على الراس. يا اخي عز مقدارك، هو في حاجه اكتر من اللي جنابك بتعمله؟ قصدي انت. اسمعيني يا زينب، من النهارده هسيب الشقه اللي انت قاعده فيها وهتتنقلي للفيلا. ليه سعة البيه؟ ما الشقة حلوة على مقاس انا وابويا. انت لسه بتضبشي، وبعدين عاوز اقول لك حاجة، انت دلوقتي مديرة اعمال، يعني مش معقول مديرة اعمال هتشتغل في كذا مليون جنيه تقعد في شقة. ايه ده اللي هو انا؟ طبعا انت مستقلية نفسك. ايه يا سعة البيه ازاي يعني؟ بقول لك ايه، النبي على قلبك ما ترفعني لفوق قوي لحسن انزل على جدور رقبتي. عمرك طول ما انت معايا ما هتنزلي ولا تهبطي، بس على شرط تسمعي كلامي. انت كذاب. من فضلك كفايه كده، ثم انا مش قاعد هنا ملطشه. امال ايه يا صادق افندي يا حامل مفاتيح الشقق المفروشه لسي عبده؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ يا ست هاني ما قلت لك ما اعرفش عنه حاجه، ثم انا مش شغلتي اقول له انت رايح فين وجاي منين. بس انا من يوم ما عرفته وانا اعرف ان دي شغلانتك. الو، بقول لك ايه، اسمعني يا صادق، لو سهام سالت عليا قول لها راح اسكندريه في مأموريه وجاي بعدين. حاضر حاضر يا سعاده البيه. مين اللي بيتكلم؟ ده واحد بيسال على سعاده البيه. دي سهام هانم كان برضه بتسال على سعاده البيه وبهدلتك من اللي قلت لها ما اعرفش عنه حاجه. وبعدين معاك يا صادق، دي حاجه جديده عليك، ما انت طول عمرك واخد على كده. يا اخي نفسي اشيلك الوباب اللي في نافوخك ده. ابن السكه من عندك. يا حياتي، اول مره اشوف قمر نازل على السلالم. بلاش مبالغه يا عبد. عبده طلع من بقك زي الحلاوه. انت حاطه في زورك ايه؟ ها كمان كده؟ ايه ده؟ انت موعد حد يجي لك هنا؟ حد يجي لي هنا؟ لا يجرؤ حد يجي لي من غير ميعاد. استني. الحمد لله على السلامه يا سي عبده. لحقت تيجي من اسكندريه يا عبده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ الله، هو ممنوع ولا ايه؟ خش هاتي لي كوبايه ميه يا شاطره. ما تروحي يا اختي تشربي من الكوز، انت كاتعه؟ ايه ده؟ انت جننتي؟ ليه؟ كتير عليها تجيب لي كوبايه ميه؟ مش دي برضه مرات العرباج يا عبده؟ عشان واحده زي دي؟ دي مراتي. دي ومراتي ومن حقها تطردك من بيتها. تعالي على الطاعي. اطلعي اطلعي. عليا النعمه دي لو ما كانتش حرمه، انا كنت لبيتها روسيه فلقت دماغها نصين. انا اسف يا زينب على اللي حصل. ما حصلش حاجه، بس لا مؤاخذه انا كده بقيت في وضع محرج قوي. عشان يعني قلت لها انك مراتي. انا اسف، ما حسيتش بيها وهي خارجه من بوقي. كلمه قلتها كده حسيت انها الحقيقه ويا ريت تتحقق. قلت ايه؟ الحل في ايدك. يعني اعمل ايه؟ اجوزك وانا على ذمه راجل؟ تعملي الشيء اللي بحلم بيه واتجوزك. هخليكي اسعد انسانه في الدنيا، ولا شاكين كندي. حياتي، عمري، اموالي كلها هتبقى بين ايديكي. يعني اتطلق من محروس؟ حضرتك كان عايزك ليه يا محروس؟ كان بيسلمني ورقه الطلاق. غسل مخك يا زينب. جرى يا عبده بيه، امال فين الوجه الجديد؟ اوه حالا يا باشا حالا. شايف الهبل اللي على وشوشه؟ الناموس عمال. مال ايه؟ فين؟ اسكتي. بكل فخر واعتزاز اقدم لكم زينة. بسم الله. اسكتي. في صحة الجمال، في صحة الحلاوة، في صحة الطعام. أهلا. جرايه حشه. الله، ما تقعدوا الملكه. اتفضل يا قمر. مليون مني لنقص بقى لشركه زينكم، ومليون مني. ايه رايك في الثلاث ارانب دول؟ اول مره اشوف ارانب لابسه بدل. يا عبده بيه، تليفون عشانك يا عبده بيه. طيب يا عبده، جاي حالا، خدي راحتك، ترسي اخواتك. تمام. منورين يا ارانب. أنا عمري ما شفت ابتسامة حلوة بالشكل ده، ولا شفت عيون بتسحر بالشكل ده، ولا أوان فتان زي ده. في صحتها، في صحتكم. أصحاب العقول في أجازة. ما تقلقش كده يا عصمت بيه، اتقل امال يا راجل، ده أنت توأمي، ده أنت حبيب الروح بالروح. طب ما تجيلي الليلة وجيب معاك المشروع الجديد. بلاش الليلة، أنا حابب أتصل بيك، أصل عايز أكلمك في موضوع مهم أوي بخصوص البضاعة اللي جاية في الجمرك. أوكي؟ باي باي يا عزيزي. دينا والله، دينا غالية علينا، دينا والله، دينا غالية علينا، دينا والله، دينا غالية علينا. بس في صحة زينكو، زينكو في دقيقكو. لا تحب تهزر. بس انا عمري ما اتاخرت عنك في حاجه يا عصمت بيه. معلش كنت عمية وفتحت. مهم، اجيلك امتى؟ طبعا هجيب لك معايا كل المستندات. زينب يا حاجة، تعالي اقعدي. روح قلبي. بقول لك ايه؟ ايوه روح. ما بلاش يا اخويا العزومه بتاعت اللي اسمه ايه بتاعك ده. عصمت بيه؟ لا دي لازم قوي. ليه يا اخويا لازم؟ ليه؟ انا مش شايفاها قال لها لزوم. لا لازمتها مهمه جدا. يعني يا اخويا هناكل اللي عمرنا ما اكلناه. بعدين هتعرفي وهتتعودي على العزايم دي كلها. اشربي يا مستقبلي يا أعز مالي. ايه ده فنجان مش قلة. اقعد انت زير كده. اهلا وسهلا. اهلا يا باشا اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا يا باشا. اهلا وسهلا منورة. كاس؟ لا انا ما بشربوش. ليه؟ ده كويس قوي قبل الغدا، بيفتح النفس. ما تقول لها يا عبد اديها شوب بيرة. ايه يا عبد وبيرة ايه؟ ده اخويا واكتر من اخويا. الله، ده توأم روحي. ده في اوروبا بقى بيشربوها الاطفال. انا على اذنكم، انا مستعجل، ورايا ميعاد مع البنك بس. ايه هاجي معاك البنك. لا خليكي يا زينب، ده اخويا بقول لك. اصمت بيه اخويا. بقول لك ايه هاجي بقى. اهلا وسهلا. اهلا يا اخويا. اتفضلي اشربي. اظن انت ما سافرتيش اوروبا قبل كده. لا شفتها في الفليمه. انت اخف دم شفته في حياتي. اتفضلي اشربي. لا ده بتدوخ. ايوه بس مش اكتر من جمالك. يا سلام، يعني ما صدفكش جمال في البلد اللي بتقول عليها اوروبا دي؟ الجمال في اوروبا متوفر جدا، بس بصراحه بقى خفه الدم ما تلاقيهاش. كلهم عاملين زي التماثيل الرخام، واللي عاجبني فيهم جدا انهم متحررين قوي. ازاي؟ يعني الواحده منهم تكون متجوزه وليها صديق. ايه ده حرام. وايه اللي حرام؟ ازاي واحده تبقى متجوزه وتعرف واحد تاني على جوزها؟ دي تستاهل قطع رقبتها. انت مثلا لما هتكوني سيده اعمال هيبقى ليك اتصالات برجال الاعمال والمسؤولين، فضروري هيكون ليك اتصالات وصداقه بيهم. ليه بقى؟ أنا في حالي وهم في حالهم. افهميني يا أمورة. أنا فاهماك، واسمي زينب مش أمورة. شوف عايز تحط دي فين. لا يا حبيبتي، كل خالد. كلهم؟ رجالة وستات. لا رجاله بس. تعالي يا حلو، تعالي خش. ايه ده؟ انت واخدني على فين؟ هفرجك على حاجه حلوه. جوده نوم. ما هي الحاجه الحلوه هنا. ايه يا راجل انت تقليل ادب ولا ايه؟ امال انت جايه ليه؟ الله ما تخليكي سهله بقى. سهله؟ راجل سهل عليك مصرك يا قليل انا. يا حياتي. ليه؟ هقتلك انا، شرفي غالي يا كلب. طيب يا عبده، هدفعك الثمن غالي، وادي الشيك اهو. ازاي الحال يا سعد بيه؟ امال فين عروسه؟ فين السنيوره؟ قصدك الحيوانه. اسمع، انت مش هتنفع تشتغل معايا تاني. ليه؟ ايه اللي حصل يا باشا؟ انت اتلميت عليها منين؟ جايب لي واحده تقتلني؟ ما انا عصمت بيه بنت زينب تقول لي يا كلب. كلب؟ قال ساعتها كلب؟ قالت لي يا كلب. يا ده انت حبيبي، ده انت قريني، يعني توأم الروح يا سعاده بيه. معقول بنتي دي تقول لك كده؟ امسحها فيا، انا هجيبها لغايه هنا وتبوس رجلك. معلش اصلها لون ومش ورد على الحاجات دي اول مره. اسمع. ايوه سعاده بيه، انا لا يمكن اتعاون معاك بعد كده الا اذا رديت باعتباري. اعتبر الطعن. لا مش انا اهون عليا ارجع الحاره ابيع شاي في القهوه ولا ابيعش نفسي. ايه مين اللي قال الكلام ده؟ بس يا ستي رواقي رواقي، انا كرامتك وشرفك عندي اهم من اموال قارون. واسمع بقى، انا كمان مش بتاعت الحفايل بتاعتكوا دي والسهاير والقعايد. ايه يا ستي، انا ما اقبلش مراتي تتهان بالشكل ده، ارجوكي كرامتك اهم شيء. دي عندنا في عرفنا احنا رجال الاعمال اسمها علاقات عامه، ريليشنز. ها؟ ريليشنز. وكمان بتقل ادبك. اصبري، انت مش بتسمعي على راي المثل وراء كل عظيم امراه؟ اسمع يا ابني حبيبي، الكلام ده ما يمشيش مع سكتي. ها رواقي رواقي يا حبيبتي، خدي الامور بعقل. وهو العقل يقول ان انا هاخد واحد راجل غريب زي ده وادخل معاه اوضه النوم؟ يا ستي دي ما كانتش اوضه نوم، كانت اوضه صالون. لا كانت اوضه، كان في بتاع باربع رجلين ومخدتين. جمل؟ جمل ايه؟ بتاع مسطح زي ده سرير. ايوه اصل كل بيت له نظامه، هناك عندهم الصالون لازم يكون فيه سرير. وبعدين الراجل ما كانش يقصد بيكي شر، يعني انت اللي اتهيألك لما بصيت للسرير. يعني انا لو ما كنتش بصيت ما كانش اتهيألي؟ امال؟ طب احنا هنا في ايه؟ في بيت. في ايه؟ في اوضه النوم. دخلني في بتاع زي دي. دخلك في اوضه نوم؟ ايوه. هوريلك يا اسود. اسمع يا حبيبي، انا ما عجبنيش الكلام ده، انا مش هخرج بره البيت ابدا، والا هرجع الحاره تاني. لا خلاص، انت مش عاوزه تخرجي بره البيت؟ لا خلاص، هنا ايه؟ بيت. وهناك عنده ايه؟ بيت. كله هيبقى في البيوت. نورت بيتك يا ابن بطني. ما تحرمش منك ابدا يا امي. ياه وحشتني نومة المرتبه. اما انا عامله لك اكله ايه؟ ارانب وملوخيه تاكل صوابعك وراها. انا خرمان نوم يا امي. بقول لك ايه، مع مين يعني؟ كنت عايزه اقول لك حاجه يا محروس وانت في السجن، لكن قلت خليها لما تخرج بالسلامه. خير؟ اصل انا يا ابني كنت اتحوجت القرشين، ما حبيتش امد ايدي لحد، بعت الحمار. فداك الف حمار يا اما، الحمير كتير. بس انا بقى لا مؤاخذه مش ناوي ارجع للقار ده تاني، هشتغل كهربائي. هو انت تفهم في الكهرباء؟ ما انا اتعلمتها جوه في اللي ما يتسمى. ان شاء الله هفتح لي باترينا كده في الحاره القط منها رزقي. ربنا يوسع رزقك يا ابني. عصمت باشا حبيبي اخويا، الروح بالروح توأمي. اتفضل يا باشا. اهلا بيك. قول لي يا عبده، اخبار سهام ايه؟ انت استغنيت عنها؟ سهام خلاص يا باشا، خدت استماره 6. بس دي كانت فاهمه الشغل كويس. ولا يهمك، اللي يعلمها يعلم غيرها. ثم سهام دي بقت خلاص زي الشجره اللي ما بتطرحش، وانت عارفني كويس يا باشا، احب قوي الشجر المرعرع. بس المرعرع اللي عندك مليان شوك. ما خلاص يا باشا، دلوقتي هتشوف. اتفضل يا باشا. اوكي. انت نايمه؟ تعبانه؟ عايزه تكسفيني مع الناس؟ انا مالي ومال الناس، يهموني في ايه الناس؟ لكن يهموني انا. خلاص روح سقي فيهم، اديك قاعد معاهم. خبر ايه يا بنت؟ قولي لي حكايتك ايه بالظبط؟ انت فاهمه ايه؟ انا اتجوزتك وعملت لك الهلمه دي كلها عشان تركدي عليا عشي وتضيعيني مع المستثمرين؟ اتكلمي يا بنت. ما تشخطش، والمتنيلين المستفسرين بتوعك دول مالهم ومال؟ دخلهم بيا ايه؟ يا بنت لازم تفهمي حاجه، الراجل اللي اسمه عصمت بيه ده بيلعب في 100 ارنب. ليه 100 ارنب؟ والارانب ذنبها ايه؟ كان يوم اسود يوم ما قابلتك يا بنت. الراجل ده بيني وبينه صفقه العمر بالنسبه لي. ايه يا راجل انت؟ مش الراجل ده اللي اتهجم عليا في بيته؟ انا مش مراتك يا راجل انت؟ انت ما عندكش احساس ليه؟ هتجنني ليه؟ ايه المصيبه السوداء اللي انا فيها دي؟ الله، تعالي يا زينب، انت كده ماشيه في السكه الغلط. لا انا رايحه الحمام. حمام ايه؟ سكه ثانيه. انت مش بتقولي اللي انا جوزك؟ اسمعي كلامي. مش في كل حاجه، انا ابويا صحيح راجل غلبان، لكن علمني حاجات ما شفتهاش عندكم يا متعلمين. لا مؤاخذه، هي دي خال مدنيه اللي بتقول عليها؟ يا خالله يلعن ابو، دي مدنيه يا جدع. مالها المدنيه يا مقشبه؟ المدنيه دي اللي لبستك وعيشتك احلى عيشه ونظفتك وبعدتك عن الحاره وبعدتك عن الكره. ده انت كنت جايالي الطين على جدتك يتشلب جروف. عليا النعمه، انا ما اتطينت ولا اتوسخت ولا اشفت لما عشرتك انت وامثالك، وسبت الحاره والكره. العرباج اللي مش عاجبك ده راجل حر ونزيه، ما قبلش ان حد يمد ايده على مراته. دفع ثمن عرض مراته 3 سنين في السجن من عمره. طيب يا زينب، خلاص الموضوع ده نتكلم فيه بعدين. روحي البسي يا حياتي. لا مش هلبس، واذا انت قبلت ان مراتك تتباع انا بقى هعرف اشتري روحي. مين قال لك انك مراتي؟ ايه؟ امال انا ايه؟ والعقد اللي بينا ده ايه؟ يا نهار اسود. فين العقد؟ بليت وشربت ميته. ايه رايك؟ عقلي كده، طلع الشيطان من نافوخك احسن تحصلي اللي قبلك. على فكره يا زينب، عصمت بيه ده اخويا، الروح بالروح، ده توأمي. يلا حياتي، حالي كده وتعالي ورايا. عجبك؟ لا حقيقي عليك نور، انت تستحق اكتر من اللي احنا متفقين عليه. يا عم احنا ما عملناش غير الواجب. فرص محروس ولا دول ما يكفوش؟ لا ده كده رضا قوي. الف مبروك. وعبالك كده يا محروس، اللي في علمه يتمه. هلوين لك بقى. جابر. عارف يا عبد انا بعزك قوي كده ليه؟ عشان انت صاحب صاحبك. ده مبدئي في الحياه. يعني اعز اصحابي قوي وخصوصا اللي يدخل قلبي زيك كده. ما تمضي بقى. ايه؟ اكتب. اكتب ايه؟ اكتب الشيك. انا جاهز يا عبده. انا اجهز منك. جايه لك واقعه في عرضك. انت الظاهر غلطت في العنوان. انا ما غلطتش في العنوان، انا غلطت في حق نفسي ودفعت الثمن. مش اكتر من الثمن اللي انا دفعته. انت على الاقل اتمتعتي، لكن انا ضاع من عمري 3 سنين في مرار وعذاب. لسه ليك عين تيجي هنا؟ محروس ما تقفلش اخر باب امل قدامي. شش في صوتك احسن. امي تقلق وتقوم تشوفك، وانا ما احبش اضايق امي ولا اجرح شعورها. ابوس ايدك. ما تجيبنيش ذنب. تعالي نطلع فوق السطح ولا ندارى في الحوش. انا زينب يا محروس، بتوسل اليك الحقني قبل ما اضيع. زينب اللي كنت اعرفها ضاعت من زمان، ماتت. شهاده وفاتها جت للسجن، دفنتها في الزباله اللي كنت بلمها. اخص عليك يا راجل، وهان عليك تقول عليا الكلام ده. انا اللي دخلت السجن علشانك، ما رضيتش ان كلب يلمسك، لكن يا خساره ما كنتش اعرف انك بتحب الكلاب. يا محروس ما تجرحنيش اكتر ما انا مجروحه. مين فينا اللي انجرح؟ انت بعتيني ورميتي نفسك في حضن كلب مسعور، امنهش في لحم ناس غلابه ورماهم عضم. دلوقتي جايالي بعد ما بقيتي عضم. لا يا محروس، لا انا ما بعتش نفسي ولا رميت نفسي. احلف لك بايه ان ما في حد لمسني. صحيح الاغراءات حواليا كانت كتير والوحوش حواليا اكتر، لكن وعهد الله فضلت زينب اللي انت عارفها. زينب بنت الحاره، بنت عم ابراهيم، زينب اللي عمرها ما نسيتك. غسل مخك يا زينب. أنا عارفة إن أنا مسواش عندك حاجة. أنا ظلمتك يا أخي وليك حق، بس أعمل إيه؟ الظروف كانت أقوى مني. طبعًا. مش جابوا القرر المرشيدس والشقة الفقيري للفيلا أم حمام سباحة. يا بخت من قدر وعيف يا محروس، اعتبرني إنسانة ما تعرفهاش. إنسانة جاية لك عشان تحميها من وحش عايز يبيعها للكلاب. أنا جاية لك عشان أنت راجل فيك مروة ابن البلد وابن الحارة. الله 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 الله. أسو الباشا رايح على فين؟ أنا رايح أشوف لي عبده غيرك. لا يا سعد الباشا، عبده ما يتكررش. لحظة واحدة. هو أنا عمري فيه كام لحظة يا جدع؟ يلا يا أخويا، يلا يا عرعر بالسلامة. هو الحمار جه معانا؟ أنا بقول على المقطف ده. أنتوا اتخرجتوا إمتى؟ وإيه اللي لموكوا على بعض تاني؟ اطلعي هاتي حاجتك وهات أبوكي. أوعي أوعي. لا يا أبوها معلش، ما يلزمنيش. انما اي حاجه تانيه لا. زي ما جت هنا من غير حاجه تطلع من غير حاجه. انت ناس يا واد، انت مين وانا مين؟ لا انا عارف كويس انا مين، لكن المهم تدور على نفسك وتشوف انت مين. انا راجل باكلها بعرق جبيني، لكن انت بتاكلها من دي ومن دي ومن دي. يا رجل الفضيله والنزاهه، وانت اللي عندك لا فضيله ولا نزاهه. يا معدوم الكرامه، يا مجرم، يا ابن المجرمين. اهو مره والا هرجعك السجن تاني زي اللي رميته تأبيده، مش كده؟ شيل نفسك يا عبده بدل ما تكون نهايتك الليله. انت بتهددني يا عمرو. انت بتقطعني بالكتف. البادي اصلا يا قوي. بيخلص مني لكن ربنا نجاني عشان اخلص الناس من شره.